السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا واحد الريزيمي على داكشي اللي شفنا في الدروس السابقة. هذا الريزيمي صغير عبارة عن تمرين. أنا عاد نذكر شنو درنا في الدروس السابقة. الدروس السابقة شفنا واحد ثلاثة الأمور الأساسية، يعني ثلاثة لي زانستريكسيون أساسية. لانستريكسيون ديال لافيكتاسيون بمعنى كتعطي الإكس واحد القايمة، كتأفكتي ليها واحد القايمة. شفنا الانستركسيون اكرير، اكرير كتواصل مع المستخدم داكشي اللي لي اونتر بارونتيز، هادو اونتر المعقوفتين كيبانو للمستخدم، وداكشي اللي كتبغي القايمة ديالو تبان نفسها. بغيتي تبين داكشي حرفيا كدير عاد الشرطات هادو. لو بغيتي تبان تتعوض بالقايمة ديالها، القايمة ديالك ما كديرش تكتب المتغير بلا هذوك ديال بلا الشرطات. المهم شفنا إكرير، شفنا لير كتكتب في وسط الفاريابل، الفاريابل كتعوض بواحد القايمة اللي كيدخلها المستخدم، راه شفنا في التمرين السابق. وشفنا لي زوبيراسيون سيغ لي فاريابل. هادشي كامل ان شاء الله غادي ندير واحد التطبيق بسيط ليه في هاد التمرين ان شاء الله. هذا هو التمرين إكرير ان الغوريزم كي دوموند ان نومبر على ليتيليزاتور بوي كي كالكيل اي افيش لو كاري دو سو نومبر. هذا هو التمرين ديالنا. غادي نحاول نفهمو شنو بغا يقول التمرين. ضروري تفهم شنو بغا يقول عاد تبدا تصايب الالغوريزم ديالك. بغا يقول لك انت غادي تكتب واحد الالغوريزم. الالغوريزم اش كيدير؟ كيطلب من المستخدم واحد العدد، هذاك العدد البرنامج كيشدو كيعطيك الكاري ديالو فقط، يعني كيحسب الكاري، كيحسب مثلا عطيتيه ثلاثة غادي يحسب لك ثلاثة أس جوج، عطيتيه مثلا جوج يحسب لك جوج أس جوج، عطيتيه ستة يحسب لك ستة أس جوج، يعني أي حاجة كيشدها كيحسب لها الكاري ديالها. هذا هو البرنامج ديالنا. أول عملية خصك تعرف شنو الوظيفة ديال البرنامج. اكتشفنا الوظيفة ديالو اللي هي كيحسب الكاري ديال واحد العدد، معين كيحطو لوتيليزاتور. هذا هو الالغوريثم كوريجي ديالو. اول حاجة السمية ديال الالغوريثم سميتو كاري نومبر، سمي اي سمية بغيتي، يفضل انك تسمي واحد السمية عندها علاقة بالوظيفة ديالو. نقولكم الوظيفة هو يحسب الكاري ديال واحد النومبر معين. لي فاريابل خديت دو فاريابل، فاريابل ام بي بمعنى نمبر، فاريابل ام بي وفاريابل كاري. فاريابل كاري النوع ديالهم هو اونتي، انتما هو اونتي دي بي ف اكرير. اكرير درت اكرير غادي نبين واحد الرسالة للمستخدم نعلمو انه خصو يدخل هذاك الرقم، بحيث انت مثلا كما قلت لكم ان البرنامج كيعلن الوظيفه ديالو هو انه كيجيب لك الكاري، وممكن تجيب لك الكاري ديال واحد العدد ما كاينش. هذاك العدد خصو يدخلو للمستعمل، بمعنى كنعلم المستعمل باكرير انه فليكروش كيبان له فليكرو انه خصو يدخل واحد رقم. هذاك الرقم سيدي كيدخلو للمستعمل، هاد اللير هادي كتشد هذاك الرقم كتدخلو كتافكتيه في الام بي، يعني ام بي كنافكتيو ليها الرقم بلير، يعني صافي هذاك الرقم اللي دخلو المستعمل شداتو لير ودارتو في الفاريابل ام بي اللي عندنا هنا اللي ديكلارينا في الاول. ها هو دابا ام بي عندنا القيمه ديالو. كاري كتساوي ام بي فوا ام بي. كنعرفو ان مثلا ثلاثة مربع كتساوي ثلاثة في ثلاثة اللي هي ام بي فوا ام بي. في الاخر الريزولت اللي كتبان للمستخدم في الايكرون 100 كاري اي كاري 100 كاري، يعني ديال النمبر 100 كاري اي كاري. هاد كاري هادي كيف ما قلت لكم في الدورة السابقة، هادشي عبر اللي في هاد الشرطات هادي كتكتب حرفيا في الايكرون، بينما هادشي ما فوقوش الشرطات، كيتعوض بالقيمة ديالو الأصلية. دابا مثلا كاري فاريابل، كاري باش غادي يتعوض؟ كاري غادي يتعوض بام بي فوا ام بي، كتعوض ام بي فوا ام بي، هاديك القايمة كتشد وكتعوض هنايا. صافي هذا هو الالغوريثم ديالنا، هذا هو الالغوريثم ديالنا اللي طلبوا منا في التمرين هذا. وهذا التمرين هذا كان عبارة عن خلاصة
ديال الدروس السابقة مثلا ها الافكتاسيون درناها في كاري، إكرير ها هي استخدمناها هنا، ليغ استخدمناها، لي زوبيراسيون ان بي فوا ان بي. والمهم ما استخدمناهم كاملين، كتبنا تقول سيفتو وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.